حدثنا ابو النعمان وقتيبه قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكه فدعا عثمان بن طلحه ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال واسامه بن زيد وعثمان بن طلحه ثم اغلق الباب فلبث فيه ساعه ثم خرجوا قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالًا، فقال: صلى فيه، فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين، قال ابن عمر: فذهب عليّ أن أسأله: كم صلى؟